وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم محمد رهج، خبير اقتصادي، أستاذ جامعي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. أهلا وسهلا أستاذ رهج. شكرا على الدعوة. بداية أستاذ رهج، تعليق ديالكم على نتائج الانتخابات. وككل المغاربة تابعت البارحة الانتخابات ونتائج الانتخابات، فشخصيا مرتاح جدا للتحول النوعي الذي حصل على مستوى الانتخابات، بحيث أنه هناك تغييرات جذرية، بحيث أنه الحزب الذي حكم لمدة 10 سنوات مع رصيد سلبي وسلبي جدا تم إقصاؤه على طريق صناديق الاقتراع. الآن الأحزاب الجديدة التي حصلت على ثقة المواطنين لهم دور لتصحيح هذه 10 سنوات الماضية، وفي نفس الوقت هناك مهمة تنتظرهم على طريق تكوين الحكومة المقبلة لتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الثقافي، الرياضي، لا غير ذلك. دونك بالنسبة لي أنه يوم تاريخي، هي مرحلة دخلة في المسلسل الديمقراطي. ما يمكنناش نقولوا عندنا ديمقراطية من مفهوم العتيق للكلمة، ولكن هناك تحولات، والآن صناديق الاقتراع أصبحت تعاقب من لم يفي بتعهداته ووعوده. الانتخابات فعلا هناك مجموعة الأحزاب، ليس هناك حزب واحد بإمكانه تكوين حكومة، لأنه في المغرب النظام السياسي لا يسمح لحزب كيف ما كان نوعه أو مجموعة من الأحزاب للدخول في الصراع في ميدان الشرعية مع المؤسسة الملكية. دونك الشرعية على طريق صناديق الاقتراع كتبقى في إطار الحدود، دائما تكوين واحد المجموعة ديال الائتلافات لتكوين حكومة. دونك غدا ربما واش الأحرار إلى زائد حزب استقلال ثم الأصالة والمعاصرة أو حزب آخر، لهم الآن إمكانيات تكوين حكومة منسجمة على أساس برنامج أدنى، وربما تكون عندهم الأغلبية الساحقة على حسب العدد. دونك أنا بالنسبة لي في الإطار الانتظارات كمواطن مغربي أنتظر كثيرا، وخا أنا بالنسبة لي ماشي شي حاجة كبيرة، ولكن بالنسبة للولاد ديالي أنتظر. نعم، إذا أستاذ رهج، شنو الرهانات والتحديات الاقتصادية المطروحة على الحكومة المقبلة؟ والرهانات أنا بالنسبة لي واضحة. لماذا؟ لأن النموذج التنموي الجديد الذي صادق عليه ملك البلاد، بما أنه حدد واحد مجموعة اختيارات استراتيجية، حدد واحد مجموعة المحاور استراتيجية، وبما أنه هذا المخطط ولا هذا المشروع ديال البرنامج ولا النموذج التنموي الجديد المرحلة الزمنية دياله هي 15 سنة، فالحكومة المقبلة التي ستنبثق في الأيام المقبلة مطالبة بإنزال ولا تنزيل على الأقل واحد مجموعة ديال الأهداف التي تم تسطيرها داخل النموذج التنموي. هل الحكومة كذلك مطالبة بتحديد الأولويات؟ لأن ما يمكنناش في 5 سنوات غادي نطبقوا كل ما جاء في إطار الأهداف ديال المخطط، فهو المدة الزمنية ديال 15 سنة. في هذا الباب نأخذ من باب الأولويات، هناك الصحة والتعليم. علاش الصحة والتعليم؟ لأنه على ضوء كورونا ولا الجائحة ديال كورونا ظهر الخصاص المفجع اللي كيعيشوا المجتمع المغربي، نظرا للغياب واحد السياسة الصحية أو التعليمية، لأنك تعتبر من باب القطاعات الاجتماعية، وعلى ضوء برنامج تقويم الهيكلي ديال 1940 ما بقاتش القطاعين من باب الأسبقيات ديال فرزات العودة ديال دور الدولة فعلا، يعني في تعاملها
تعزيز دعائم البرامج الاجتماعية. فعلا لأن الحكومات السابقة ما عطاتش اهتمام بهذا القطاعين، ونهار اللي جات كورونا ظهر النقص المهول في القطاعين، وعلى ضوء التدخل ديال السلطات العليا ديال البلاد على طريق صندوق ديال كورونا، على طريق هذيك اللجنة ديال التتبع، فالدولة دخلت بكل القوة ديالها بالثقل ديالها، لا على المستوى ديال الموارد البشرية، لا بالنسبة ديال المعدات، ولا بالنسبة للأموال، لمواجهة هذه الآثار السلبية ديال كورونا، بحيث أنه تم تخصيص اعتمادات مهمة للقطاع الصحي، لأنه ظهر لنا آنذاك بأنه كاين خصاص كبير في المستشفيات العمومية، فهذا الدور قامت به الدولة. على المستوى الاجتماعي الدولة قامت بدور كبير بأنه ظهر أنه ما يعادل 5 ملايين ديال الأسر المغربية فقدت المنبع ديال الدخل ديالها أساسا في القطاع الغير المهيكل، ثم كذلك الناس اللي فقدوا الشغل ديالهم في إطار المقاولات. ففعل الباب على طريق هذا الصندوق الدولة عطات تحويلات مباشرة لهذه الأسر ما بين 800 درهم 1000 درهم 2200 درهم، وبالناس اللي كانوا في إطار الضمان الاجتماعي حصلوا على 2000 درهم. وعلى المستوى الاقتصادي ظهر بأنه هناك خطر ديال الافلاس ديال عدد كبير ديال المقاولات اساسا المتوسطه والصغيره، فالدوله دخلت بكل الثقل ديالها على طريق المساعدات المباشره، اي على طريق تاجيل المستحقات لا الضريبيه ولا ديال صندوق الضمان الاجتماعي، ثم كذلك الدوله دخلت بكل الثقل ديالها باعطاء كل ضمانات الابناك اللي غادي تدخل في اطار القروض ديال هذه المقاولات المتوسطه. فظهر ان بالنسبه ليا كورونا رغم النقط السلبي ديالها عندها ايجابيات، ان ظهرت انه الدوله استرجعت هذيك الصفه ديالها ديال الدوله المتدخله، الدوله الحاميه، الدوله الاقتصاديه، وهذا بعد هذه الصفات غادي تشوفوها خرجت في البرنامج او النموذج التمويل الجديد. دونك انا بالنسبه ليا القطاع الصحي والقطاع ديال التعليم من الاسبقيه ديال الاسبقيات ديال الحكومة المقبلة، لأنها خصها تدخل وظهر أنه بالنسبة للصحة ولا سيما بالنسبة للتعليم، أنه المدرسة ديالنا، الجامعة ديالنا، مراكز التكوين المهني ديالها خص تغير طريقة العمل ديالها وتوجه نحو تكوين ديال الكفاءات، وثم كذلك نحو الاقتصاد المعرفي. وظهرت لنا كورونا الأهمية ديال المعرفة وديال البحث العلمي، بحيث انه الان المختبرات العالميه ولات كتفوتر لتعزيز يعني الانتاج المحلي وتقويه ديال كل ما هو صنع في المغرب. يعني الجائحه ظهرت لنا هذه الحاجيتين. فعلا الجائحه ظهرت لنا لانه عدد كبير ديال المقاولات المغرب يمكن لها تنتج منتوجات لتلبية طلب داخلي، ولكن بشروط في إطار الجودة، لأن الآن دابريل ولا حسب بعض المعلومات ديال وزير التجارة أن عندنا ما يعادل تقريبا 50 مليار ديال الاستيراد ديال بعض السلع من الخارج اللي المقاولة المغربية قادة تصنعها. فغادي نربحوا أولا الدورة الاقتصادية ديال المقاولات اللي غادي تبقى تنتج لتلبية السوق، وغادي نحافظوا على ميزان الأداءات في إطار العملة الصعبة، لأن السلع اللي كنجيبوها كان بنخلصوها بالدولار بالأورو، ولكن شرط واحد أن هالمقاولات خصها تدخل في واحد السياسة جديدة ديال الموارد البشرية ديالها، وكذلك ديال التقنية ديال الإنتاج وديال العمل ديالها باش يمكن لها تواجه المنافسة. فعلا المقاولات المغربية ظهرت بأنها مستعدة، وظهر أنه مجموعة ديال المنتوجات أصبحنا ننتجها داخل البلاد، وأصبحت تلبي طلبيات ديال المستهلك المغربي. إذا الحكومة المقبلة خصها توسع هذا البنك المشاريع اللي يمكن المقاولة المغربية المحلية تنتجها عوض ما تقوم يعني المقاولة المغربية تستورد من الخارج. فعلا أنه الحكومة المقبلة خصها تمشي في نفس التوجه اللي خداته وزارة التجارة، بحيث أنه تعطى أهمية قصوى للمقاولة المتوسطة والصغيرة لإنتاج سلع وخدمات لتلبية الطلب الداخلي، ما بقاوش مبنيين على الطلب الخارجي. بيان سور المقاولات اللي بغات تنتج وتصدر مرحبا بها، لانه زياده في الاقتصاد البلاد. فهذا الباب خصنا نخدموا ولا نبقاو واقفين على رجلين، رجل ديال المقاوله اللي كتخدم للسوق وكتلبي طلب السوق، وكذلك المقاولات واساسا المقاولات العالميه اللي غادي تنتج باش تلبي واحد الطرف ديال الطلب الداخلي، ولكن في نفس الوقت تلبي الطلب الخارجي. ولكن على الاقل غادي نحافظوا على المقاوله ونحافظوا على مناصب الشغل في المغرب، ثم كذلك خلق الثروه.
دونك الحكومه المقبله انا بالنسبه لي مزال باب الاستثمار باب المقاولات خصها تعطي اهميه قصوى لهذه المقاولات المتوسطه والصغيره التي ستاخذ الطريق ديال الانتاج الداخلي ولتلبيه الطلب الداخلي. نعم، وعلى مستوى يعني تقديم مجموعه من التحفيزات للنسيج يعني المقاولاتي، شنو هما التحفيزات اللي ممكن تمشي فيها يعني الحكومه المقبله؟ وكان مجموعة ديال التحفيزات، كانت تحفيزات ضريبية اللي موجودة منذ 1960، دونك كاين لا على مستوى الضريبة على الشركات لا الضريبة على القيمة المضافة، وكان بالنسبة للضريبة على الدخل كاين هناك امتيازات زعما ما كاينش الوقت اللي يمكن نناقشوها بكل دقة، ولكن في نفس الوقت يمكن الدولة تدخل مباشرة على طريق تقديم مساعدات مالية لهذه المقاولات. مثلا كل مقاولة اللي غادي تنتج منتوج داخلي الدولة يمكن لها تدخل مباشرة بإعطاء مساعدة مالية، مثلا لكل منصب شغل تخلق من جديد، مثلا يمكن لي نقول 50,000 درهم لكل منصب شغل ولا 200,000 درهم، المهم كتبقى في إطار الإمكانيات المالية ديال الدولة وكذلك في إطار هذه المقاولات اللي غادي تفتح الأبواب للإنتاج الداخلي. ولكن أنا أتفق مع كل مبادرة اللي غادي تقوم بها الحكومة لمساعدة ومرافقة هذه المقاولات التي ستدخل في إطار سياسة جديدة لها من باب الموارد البشرية ديالها، لها من باب تحسين التقنيات ديال الإنتاجية ديالها، باش يمكن لها تدخل عالم المنافسة مع المقاولات الخارجية، لأن المستهلك المغربي راه ماشي نيبا نايف ساذج، فمن غادي يشري سلعة غادي يقارن مع السلع اللي جات من برا، فإلا جبر نفس الجودة ونفس الثمن فغدا غادي يمشي يستهلك المنتوج المغربي. انا شخصيا عندي هذا التصرف، عندي وطنيه، انا مغربي قح وادافع على مغربيتي، ولكن غدا الا شريت سلعه الجيب ديالي عنده الوطنيه ديالو، دونك الا جبرت المنتوج كي يلبي الطلبيات ديالي والنوع ديال الرغبات ديالي وفي نفس الوقت التنافس ديال الثمن غادي يمشي منتوج مغربي، وهادشي يقدر حتى في جميع الدول بما في الدول الكبرى لا الولايات المتحده لا الدول ديال الاتحاد الاوروبي، فظهر الرجوع الى ما يسمى الدوله ليتا ناسيون، ولاو كاع كيطلبوا انه بالشركات ديالهم اللي مشات استقرت في اسيا واساسا في الصين ولا في الهند باش يرجعوا البلدان ديالهم مقابل واحد المجموعه ديال المساعدات والتحفيزات، لان ظهر اخر المطاف انه هاد الدول جميع المقاوله ديال الاعتبارات ربحيه مشاو للصين الشعبيه او للهند ولا سنغافور ولا ايار للربح على مستوى ديال المنتوج والثمن ديال المنتوج، لانه ثمن التكلفه كيكون هابط جدا، ولكن ظهر في اخر المطاف انه بقاو راهينين بهذا المنتوج اللي غادي يجي من الصين، وظهر ان بعض مقاولات اللي سدت لانه مثلا ناخذ لي كومبوزون الكترونيك في السيارات بعد الشركات حبست لانه ما بقاش كيجي من الهند وما بقاش كيجي من الصين، دونك فعلا انا اتفق واخا عندي تحفظ كبير في السياسه الجبائيه على مستوى ديال الاعفاءات الضريبيه، ولكن يمكن لي لمده زمنيه محدده ناخذ 10 سنين ولا 15 عام ولا 20 عام ان المقاولات اللي بغات تنتج للبلاد والطلب الداخلي يمكن لي نساعدها اما على طريق الاعفاءات الضريبيه او على طريق مساعدات مباشره، فهي على عاتق الحكومه المقبله باش تبين لنا النوايا ديالها والاسبقيات اللي خصها تخرج في البرنامج الحكومي ديالها. نعم، وعلى مستوى تنزيل الاصلاح الجبائي خلال المناظره الجبائيه الاخيره، واش تعتقد استاذ جميع ان السنه الاولى من عمر الحكومه المقبله ستقوم بتنزيل هذه الاصلاحات الجبائيه؟ ايوا الا قريت ولا تبعت النقاشات والبرامج ديال كل الاحزاب كل شيء كيتناقشوا على الاصلاح الضريبي، بما انه الان البرلمان الحالي اللي المده الزمنيه رمات صادق وبالاجماع على القانون الاطار للجبايات في المغرب. هذا القانون الاطار تبنى على واحد المجموعه ديال التوصيات اللي جات في مناظره الصخيره ديال 2019. هذه المناظره طلبت من الدوله وبالاجماع على اساس ادخال واحد المجموعه ديال التعديلات في النظام الضريبي والسياسه الضريبيه، واساسا بالزاويه ديال العداله الاجتماعيه والعداله الضريبيه. فهل الحكومة المقبلة لها الأيادي مكتفة لأنها مطالبة بتير من 2020 إدخال ربما مجموعة ديال الإصلاحات اللي غادي ما عرفش
خصنا ننتظروا البرنامج ديالهم اللي غادي يقدموه امام البرلمان للحصول على المصادقه. فهذا الاصلاح غادي يطبق على 5 سنوات، دايرين 2021 عندنا تاخير ديال تقريبا سنه، 2021 22 حتى 25، ربما دابا غادي نمشيو حتى 26. دونك على الاقل في المده الزمنيه المفتوحه للحكومه المقبله عندها 5 سنوات لادخال العناصر المهمه، ولا سيما النقطه المتعلقه بالعداله الضريبيه، لانه ظهر انه نفس الاشخاص هما اللي كيتحملوا العيب الضريبي اساسا على طريق الضريبه على الدخل وعلى طريق الاستهلاك، اي الضريبه على القيمه المضافه والضرائب الداخليه على الاستهلاك. فحان الوقت لاصلاحها، وهذه جميع المؤسسات بما فيها الرسميه ديال الدوله كتطلب باش يدخلها الاصلاح. دونك بالحكومه المقبله من النقاط اللي محطوطه في جدول الاعمال ديالها تفعيل الاصلاح الضريبي على ضوء القانون الاطار الذي تمت المصادقه عليه. واش غادي يبداو الضريبه على الدخل او الضريبه على الشركات او الضريبه على القيمه المضافه؟ الله اعلم، ولكن كيفما كان الحال هما مطالبين بتفعيل هذا الاصلاح. ثانيا، هذا الاصلاح ديجا طالبوا اطار النموذج التنموي الجديد. في نفس الوقت هذه الحكومه المقبله مطالبه بتنزيل البرنامج النموذج التنموي الجديد على ضوء الاسبقيات اللي خصها تحددها لنا خلال 5 سنوات المقبله. واخا العمر ديال النموذج التنموي 15 سنه، فالحكومه المقبله عندها على الاقل 5 سنوات لتفعيل وانزال هذا النموذج التنموي على الاقل على واحد المجموعه ديال الاسبقيات، دونك دي بريوريتي. وهنا في هذا الباب انا بالنسبه لي النقطة الأولى على المستوى الاجتماعي هي مراجعة السياسة التعليمية وديال الصحة بإعطاء كل إمكانيات لهذ القطاعين لإعطاء الثقة للمغاربة، لأن المغاربة غادي يحاكموا هذه الحكومة المقبلة على طريق جودة الخدمات ذات الطابع الاجتماعي، واللي ما فهمتهاش الحكومة السابقة على مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم. من الزاوية الاقتصادية وهي خلق أكبر عدد ديال المناصب ديال الشغل، لأن المشكل الجوهري حاليا على المستوى الاقتصادي وهو خلق الثروة وخلق مناصب الشغل، لأن شتنا في باب البرامج ديال الأحزاب كان اللي كيقترح مليون منصب شغل في 5 سنوات، كان اللي كيقترح جوج الملايين. معدل النمو بيان سور عنده علاقة بمعدل النمو. ففي هذا الباب كنعرفوا أنه في النقطة الأولى تتعلق بالنسبة ديال النمو على المستوى الاقتصادي، النموذج كيتناقش على 6 حتى نوصل 7%. حاليا جميع المنظمات الوطنية أو الدولية بالنسبة على الأقل لسنة 2022 ربما 2023 ما غاديش نتعداو 3.5%، لأن مازال ما خرجناش من الآثار ديال الجائحة وباقي عاد في النفق. دونك كاين الآفاق، ربما احنا في الطريق الصحيح، ولكن كيفما كان الحال يستحيل للوصول الى 6 و7% بالنسبه ل 2022 ولا 23، غادي يكون في المتوسط 3.5. ثانيا، كنعرفوا حاليا انه نقطه واحده ديال النمو الاقتصادي كتعطي لنا حاليا 13000 منصب شغل، ما بقاتش كما الماضي 30000 منصب او 25000 منصب. لان علاش؟ دخلنا العالم ديال الرقمنه، دخلنا العالم ديال لا روبوتيك، دونك واحد المجموعه التقنيات الجديده اللي ما بقاش كتستعمل الموارد البشريه بكثره. دونك حاليا نقطه ديال التنميه الاقتصاديه كتعطينا 13000، انا غادي نوسع نزيد 2000، دونك ردوها 15000، دونك 3.5 شحال غادي تعطي لنا مناصب الشغل. واهم المناصب غادي تجيبها على طريق الدوله مباشره، اما الميزانيه الدوله ولا ديال الجماعات. دونك بالنسبه للنمو شتنا بالنسبه المهم لا بليبار ديال الاحزاب خداو الارقام اللي جات في النموذج التنموي. دونك مناصب الشغل لاسترجاع الثقه ولا سيما لهذا الشباب اللي كيطمح انه يحصل على نصيب شغل، حتى هو يكون عائله، حتى هو يكون عنده سكن، واساسا يمكن حتى هو يدخل في الطبقه المتوسطه اللي الى جانب هاد الاسبقيات يمكن له يطمح يسافر، يمكن له يطمح يدير سياره، لان الطموحات انا بالنسبه لي الشرعيه لانه غادي يخدم ومقابل غادي ياخذ اجره. دونك من باب الاسبقيات ديال الاسبقيات من زاويه اقتصاديه خلق اكبر عدد ممكن ديال المناصب الشغل. ثم من باب الاستثمارات الحكومه المقبله ما يمكن لها غير تدخل في النموذج التنموي الجديد، لانه يلح بانه باقي الاستثمار
هو استثمار عمومي للنوعي ديال الاقتصاد المغربي، النوع ديال الفاعلين الاقتصاديين في البلاد. فالدوله هي اللي كتحقق اهم ديال الاستثمار. الى عطيت غير بعض الارقام، حاليا الاستثمار يعادل 30% ديال الانتاج الداخلي، ولكن ملي كنشوفوا التقسيم ديالو والتوزيع ديالو ما بين الفاعلين، كنجبروا ان الدوله والجماعات المحليه والمقاولات العموميه كتاخذ على عاتقها ثلثين، اي 20%. 10% المتبقيه هي المقاولات الخاصه، وحتى في هذا الاطار المقاولات الخاصه ولا الاستثمار الخاص كنجبروا اساسا انه الاستثمار 7% كتقوم به المقاولات المغربيه، و 3% كتقوم بها، 3 النقاط كتقوم بها المقاولات الدوليه، المقاولات المتعدد الجنسيات. دونك الاستثمار باقي استثمار عمومي، وهنا انا بالنسبه لي ساكون متاحا اذا رايت ان الدوله على طريق الميزانيه ديالها والمقاولات العموميه والجماعات الترابيه زادت في الاستثمار ديالها، دونك غادي تساهم في خلق الثروه، خلق الغنى، وفي نفس الوقت مطالبه باش التيغ فيغ لو خصها تجبد للفوق المقاولات الخاصه، لان عدد كبير ديال المقاولات الخاصه كتخدم اساسا بفضل طلبيات ديال الدوله، لان الدوله ملي تبني مدرسه ماشي هي اللي كتمشي تبني، هي كتمول، ولكن مقاولة خاصه هي اللي تقوم بعمليه البناء. دونك كاين اعمال، انا بالنسبه لي اؤمن بدور الدوله. مازال ما وصلناش لواحد المرحله في الولايات المتحده ولا في اوروبا باش يمكن لراس المال الخاص يلعب هذا الدور. دونك الانتظارات على المزاويه الاقتصاديه هي انتظارات مهمه، غير الحكومه خصها تعطينا الاسبقيات، اش غدير في السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه، السنه الرابعه، السنه الخامسه، ملي تجي في اخر الولايه ديالها تقدم لنا الرصيد، وانا ذاك يمكن لنا نعاقبوها باش نصوتوا على ناس اخرين، ولا غادي نعطوها مكافاه بتجديد الثقه فيها. دونك الحكومه مجموعه ديال الرهانات والمطالبه انها ما المهم انها خصها تمشي لإنجازها، وهنا كتخرج جميع البرامج ديالها. كذلك النقطة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، لا يمكن نستمر باش أنه هناك فئة قليلة كتستحوذ على الثروة في المغرب في الوقت ما يعادل 80% عايشين في الفقر، ما تحت الطبقات المتوسطة اللي كانت فيه منأى ديال الحاجة المقبلة خاصها تدافع على، يعني تقوم بإجراءات فورية للحفاظ على الطبقة المتوسطة اللي غادي تنضحي. لا بدات كتنضحي، خاصها تحافظ على الطبقة المتوسطة وتعزز المكانة ديالها، لأن الطبقة المتوسطة خطيرة جدا. نعم. طلعك ولا تهبطك. نعم. على خلاف الطبقة الضعيفة لأنها فاقدة، فاقدة الأمل. دونك حان الوقت، وعلى ضوء التجربة اللي عشناها في إطار كورونا كيفاش الدولة خدات على عاتقها المساهمة والمساعدة ديال الأسر الفقيرة، أنا كنقول حان الوقت أنه نردوها، ماشي استثنائية ولا مرحلية باسكو الظرفية فرضتها، ولكن نمشيو في إطار السياسة ديال هذه الحكومة والحكومات المقبلة باش أنه حتى شي مغربي ما يبقى عايش على الهامش، أي كل مغربي نحافظوا على كرامته، ما كيطلبش صدقة، غير نحافظوا على كرامته باش تعطيو له الإمكانيات على الاقل واحد المجموعه ديال الخدمات مجانيه كالصحه والتعليم، ثم كذلك امكانيات باش يمكن له يعزز الوضعيه ديالو ويحصل على موقع قار، ولا سيما النقطه المتعلقه بالفاعلين داخل القطاع الغير مهيكل. نعم استاذ الحاج، شكرا جزيلا استاذ، مرحبا على هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونذكر لكم موعدا جديد مع ضيف جديد.